فنروح سريعا عبر الهاتف مع زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. يا شريف أهلا بيك، إزيك؟ فينك يا راجل؟ أهلا بيك، تحياتي ليك طبعا زميل أمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي، وحشتني جدا إنك أنت أكتر يا شريف. أخبارك كله تمام؟ زي الفل تمام الحمد لله. طمنا يا شريف على الفرقة النهاردة، أنت كنت موجود في استاد مختار التتش إمبارح، هزيمة زعلانين الناس زعلانة سواء الفرقة أو الجمهور، فقول لنا الحالة اللي أنت شفتها كانت عاملة إزاي، وإزاي بيستعد الفريق لمباراة فاركو الصعبة جدا بكل تأكيد في بطولة الدوري؟ طبعا حالة الغضب كان باين النهاردة على وجوه اللاعبين وخصوصا محمد الشناوي كابتن الفريق. طبعا خليني اقول لك يعني النهارده كان في جلسه للاعبين داخل غرفه الملابس، طبعا في ما بينهم وما بين بعض غير جهاز خالص، واتكلموا فيها ان احنا بنصعب على نفسينا القصه، الكوره مش عاوز تمشي، بس احنا المفروض ان نجتهد اكتر من كده، كنا لازم نتعب اكتر من كده، ولازم الفتره المقبله نصلح جمهور النادي الاهلي. فعلا جمهور النادي الاهلي ما تعودش على الهزائم، وخصوصا كمان ان بطوله افريقيا من يعني جماهير الاهلي بتطالب دايما لاعبي النادي الاهلي طبعا بالبطوله الافريقيه عشان المشاركه في كاس العالم. فيعني النهارده كانت جلسه مثمره جدا داخل الغرف المغلقه ما بين طبعا لاعبي النادي الاهلي الكبار وباقي اللاعبين، وتعهدوا على الفتره المقبله باذن الله يكون في تصالح مع الجماهير وفي فوز في كل المباريات المقبله باذن الله، وكمان خصوصا المباريات الافريقيه علشان النادي الاهلي يتاهل الى الدور القادم. وجلسه لاقت قبول جدا اما عرف طبعا الجهاز الفني والجهاز الاداري لاعبين شايلين المسؤوليه. على بقى اما نزلوا ارضيه الملعب النهارده التمرين كان في الواحده زورا، طبعا مستر بيتس موسيماني ومدير الكره الكابتن عبد الحفيظ وباقي الجهاز، وجلسه مع لاعبي النادي الاهلي. طبعا مستر بيتس موسيماني قال للعيبه خلاص امبارح ما كانش يومكم، ولكن احنا المفروض كنا نجيب جول بدري زي ما قلت لكم، بس خلاص هي دي الكوره، الكوره مش عاوز تجينا بلغه الكوره، لازم نجتهد الفتره المقبله، نفصل بقى التركيز خالص عن بطوله افريقيا ونركز في البطوله المحليه، عندنا مباراه صعبه جدا مع فاركو، جماهير مش تستحمل يكون في اي هزه في الفتره المقبله، فلازم باذن الله يكون في فوز الفتره المقبله، ونركز تركيز كامل ونقفل الملف الافريقي ونركز في طبعا الدوري المصري علشان برضو نحاول ناخد لقب الدوري المصري. يمكن اللعيبه اللي شاركت طبعا امبارح كان النهارده الريكفرنج بتاعهم والتمرين الاستشفائي الجيم وطبعا الاجهزه الحديثه جدا داخل النادي الاهلي، وباقي المجموعه كان في طبعا تمرين قويه. فرحنا زي ما سمعتك من شويه زميلي امير بتتكلم عن ايمن اشرف نجم من نجوم دفاعات النادي الاهلي طبعا ومنتخبنا الوطني، النهارده بدا المرحله الاخيره في العلاج، يمكن جري حوالين الملعب اقصى حاجه باذن الله، خبر مفرح لكل جماهير النادي الاهلي، اقل من اسبوع باذن الله هيكون متواجد بصفه منتظمه جدا مع باقي زملائه النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره جدا في كل نجوم النادي الاهلي. خبر مفرح ايضا ليك زميلي امير، طبعا تعودنا على الانفرادات داخل قناه نادينا الحبيب النادي الاهلي، بدر بنون وكوكا تم اجراء لهم اشعه الرنين وتم عرضها اليوم على استشاري كبير جدا للقلب، والنتائج مبشره باذن الله، والردنا هيكون النهارده بكره الصبح على اقصى تقدير، ولكن المؤشرات الاولويه كلها بتقول ان الحاله مبشره او الحالتين مبشرتين، فباذن الله باذن الله باذن الله يكونوا موجودين في ده خبر مهم. لا ده خبر مهم لازم نقف عنده يا شريف، يعني الاثنين خلاص عملوا الاشعه الاخيره وبيتم عرضها خلاص على احد الاطباء من خلال رايه والاستشاره بتاعته، هو يقول لنا امتى ان شاء الله يقدروا ينزلوا التدريبات الجماعيه مع الفريق كده. مظبوط تمت الاشعه فعلا الرنين وتم العرض فعلا على استشاري كبير جدا للقلب، وفي انتظار رده هيكون النهارده بالليل او بكره صبح على اقصى تقدير، بس باذن الله النهارده هيكون المؤشرات مبشره يا شريف، مبشره جدا مبشره جدا جدا جدا، فباذن الله باذن الله بكره يكون في قرار رسمي طبعا لبدري وكوكا باذن الله يعني عن طريقك، فبنطمن كل جماهير النادي الاهلي بكره باذن الله يسمعوا خبر مفرح باذن الله عن حاله طبعا اللاعبين الكبار داخل النادي الاهلي، وخصوصا بدري بنون من اللاعبين الكبار جدا في دفاعات النادي الاهلي. النهارده صلاح محسن كان متواجد بس طبعا لسه فتره الغياب طويله شويه، ولكن في المجمل الحاله المعنويه
طبعا الناس كانت زعلانه النهارده، وده شيء طبيعي جدا على لاعبي النادي الاهلي، ولكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي ان القادم احسن. بكره التمرين هيكون في الواحده زورا، والتحرك الى اسكندريه في الثالثه عصرا. يا رب باذن الله يكون فوز للنادي الاهلي على فريق كبير هو فريق فاركو بعد بكره باذن الله. طبعا سؤالين بسرعه يا شريف، وليد سليمان اخباره ايه وموقفه ايه؟ ونفس السؤال على متولي، ومدى جاهزيته البدنيه في حاله الحاجه ليه للمشاركه في المباريات؟ وليد سليمان طبعا جاهز للمشاركه تحت طبعا امر الجهاز الفني. محمود متولي البرنامج التاهيلي اللي كان بيخضع ليه كان برنامج تاهيلي ذو شقين، شق طبي وشق بدني ايضا، فهو جاهز بدنيا بنسبه 100%. اذا احتاجه طبعا الجهاز الفني هيكون موجود، ولكن ممكن الجهاز الطبي يكون ليه توصيه مثلا في تاخير عوده اللاعب شويه. وارد يكون في الكواليس، ولكن من الناحيه البدنيه اللاعب سليم وجاهز بنسبه 100%، لان البرنامج اللي كان شغال عليه كان طبي وبدني ايضا، وما شاء الله نمسك الخشب، يعني الحاله البدنيه عنده ممتازه جدا. واللاعب عاوز يعوض كل اللي فاته مع النادي الاهلي ويبدا من جديد. مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني كان بيتكلم معاه وبيقول له يعني خلاص انسى الفتره الماضيه، اكنك لسه في تاخير جديد معانا، فقدم بقى كل اللي عندك. فباذن الله ننتظر منه الكثير، والكثير لعيب كبير جدا ولعيب هيفرق جدا في خط الدفاعات النادي الاهلي الفتره المقبله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شريف انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الوفيه في الحقيقه والمليئه بالاخبار والمعلومات. شريف شعبان زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي كان معنا على الهاتف وطمنا بشكل كبير جدا على استعدادات الفريق للمباراه المقبله امام فاركو. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم شويه على الكلام اللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا ونعلق عليه. استنونا.